عليكم الاخوات، نتمنى لكم ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير وباتم الصحه والعافيه. ومرحبا بكم كليانات العزازات، ومرحبا بالناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو. مرحبا والف مرحبا عند هميزات غنيمه. كاينين هميزات زوينين، اثمنه جد مناسبه، سلعه نقيه ذات جوده عاليه. مرحبا بكم، ديروا ابوني، بارطاجيو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده وباش يشوفوا اخر ما كاين في السوق. ومرحبا بكم جميعا، ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا جام. ومرحبا الاخوات. بالنسبه لهاد الساعه هذه، ها انتم كتشوفوا كاين هنا واحد التقيبه، راه كتكون الاخوات مسدوده. اول حاجه غادي نتقبوها هكا بفنيته، نحاولوا نتقبوها لداخل الاخوات، ديرها واحد التقيبه صغيره ها انتم بحال هكا. هاي حليناها. كاين هنا هذا، هذه اللي كيدار فيها المعقم الاخوات، هذه كيدار فيها المعقم ها انتم كتخشيو هنايا ها انتم كتخويو المعقم بشويه، راه كيتخوى المعقم. احسن من انك تبقي غاده وجابده المعقم، خصوصا للدراري الصغار خاصه مع المدرسه وداكشي. صافي كتعمريها بحال هكايا، ها هي هادي عندي هنا عامره. صافي كديريها هنايا في الايد، يعني بغيتي هاد الجهه بغيتي هاد الجهه، من الاحسن هنايا. صافي كتلويها بحال هكا، كتلويها بحال هكا، كتخشيها للوليد ولا للبنيه ولا الناس الكبار نيت، كتخشيها بحال هكا هنايا. وكاين عندها هنايا واحد، كاين عندها هنايا واحد البزيم. صافي كتشديه بها، كديريه على قياسك. المهم انا باش نوري لكم، كديريه هنا على قياسك. صافي فاش كتكوني خارجه راه هانتي كتخوي بحال هكا وكيتخوى لك المعقم. هاو هاو الاخوات، كتخوي هاو المعقم، وكيخرج غير بالقدر، يعني ما كيخرجش بزاف. صافي وكدي كتعقمي يديك. ومرحبا بكم الاخوات، واللي بغاتو راه دايره لي ثمن مناسب جدا. مرحبا بكم جميعا، رجام وبارطاجيو مع الاهل والاحباب، ونتمنى لكم الخير ولجميع الناس يا ربي. ومرحبا بكم عند هميزات غنيمه.